شأن تجاوب قائع البطولة الوطنية لرياضة الجودو. اليوم ستنطلق مباشرة النهائيات في 5 نهائيات. البداية حتكون مع مصارعتين في فئة أقل من 48 كيلوغرام. عمر جمعي زميلي الذي يرافقني في هذا التعليق لرياضة الجودو. مساء الخير زهرة. مساء الخير جمهورنا الكريم. إذا زهرة منذ قليل كانت فازت بالميدالية البرونزية هاد النسرين من فريق جي اس بي. الآن نعيش نصف نهائي آخر أو التنافس على البرونز الذي يجمع رزوق إيمان باللباس الأبيض بكدور هوارية. الآن المنازلة انطلقت والثنائي يعرف بعضه جيدا خاصة وأنه ينتمي إلى رابطة الجزائر زهرة. نعم من رزوق إيمان من مجمع رياضي البترولي وباللباس الأبيض وقد دور هوارية باللباس من فريق الاسسان اللي هي الأمن الوطني. إذن حنشوفوا تنافس أو النزال من أجل المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية. دائما محاولات البحث عن الكيميكاتا لحد الآن بعد مرور دقيقة و40 ثانية. محاولات جميلة محاولة هاريغوشي للمنافسة لكن بدون جدوى. نعم دائما فيه أخذ وارد فيه انفعال للمتصارعة قد دور هوارية من فريق الأمن الوطني. إذن الهجوم دائما حيكون لدى الطرفين لأن المرتبة الثالثة في هذه الفئة صعبة لأن المصارعات تعرفوا خاصة من رابطة الجزائر العاصمة. إذن كما قلنا دائما محاولات البحث عن الكيميكاتا محاولات دائما مسكة جيدة لكن مسكة جيدة فيه انفلات. نعم مسكة جيدة وصلتها حركة جميلة هنا كانت محاولة الكسر. نعم البحث عن العمل الأرضي تبحث باش تكون فيه يعني اختصاص اصبح اكثر عند الاوزان الخفيفه مقارنه بالاوزان الثقيله اللي نعرفوا يبحثوا ايضا الكثير على العمل في الارض. لا المشكل هو كيكون يعرفوا بعضهم مليح يعني في التاشيوازا اسمها في العمل الارضي. لا نيوازا ارضي في التاشيوازا في العمل كيكونوا واقفين يعني بالبحث يعرفوا بعضهم مليح واش يقعد لهم هنا استعمال الحيله التكتيك هذه تخليهم اللي اكثر ذكاء تشوف وين كاين ثغره باش تمرر التقنيه تاعها وتقوم بالعمل الأرضي باش تحصل على النتيجة. أقل من دقيقتين عن نهاية الوقت الأول. نعرفوا أنه لو انتهت الأربع دقائق الأولى بالتعادل سنذهب إلى الوقت الذهبي دائما. نعم دائما محاولات هجومات متتالية لدى الطرفين لرزوق إيمان وقدور هوارية. من امسك نقدر نقول القبضه الحديديه والقبضه الجيده حتما سيكون هو الفائز. هي عفوا هذا هو السر الجيدو. نعم البحث دائما البحث على الطريقه لتمرير حركه اوتشيغاري ولكن غير مجديه لانها كانت حركه سلبيه بالنسبه للمصارعه رزوق إيمان من فريق المجمع البترولي. محاولة العمل الأرضي البحث إيمان ولكن بعد الوقوف الحكم مخلي يعني العامل التقني محاولة يوقف الحكم النزال. ما فيش حكم رشيد حرات اللي راه في الوسط. نعم إذن أقل من 40 ثانية عن نهاية المنازلة. لا بأس أن نعيد ونذكر أنه هدال نسرين من فريق جي اس بي كانت قد فازت بانسحاب عمران سجية بالميدالية البرونزية الأولى. الآن بعد قليل سنتعرف على صاحبة الميدالية البرونزية الثانية زهر.
اقل من 20 دقيقه 20 ثانيه دائما نتيجه سلبيه، صفر مقابل صفر لدى الطرفين. محاولات نعرف انا في رياضه الجودو حتى تبقى لنا ثانيه واحده ممكن المصارع يحدث المفاجاه. لحد الان 4 ثواني فقط، حنمر الى الوقت الاضافي جولدن سكور. اذا لم يسجل اي تقنيه اي نتيجه لحد الان، اذا تظهر ربما انتهت المناظره. نعم تظهر اصابه لرزوق على مستوى اليد اليمنى. رزوق نذكر هي باللباس الابيض وهي تحت قياده البطله السابقه سليمه صواكري. نعم مدربه المجمع البترولي. محاولات هنا نتكلموا دوكا في الوقت الاضافي اللي تسجل اول حركه هي اللي راح تحتسم يعني حتفوز بهذه المناظره. محاوله دائما المسكه الجيده جميل لكن سقوط على البطن ما عندوش نتيجه. كل كان فيه سقوط على الارض كان تكون فيه نتيجه لصالح المصارعه قدور رزوق عفوا ايمان بالبدله البيضاء. أذكر أنه في رياضة الجيدو تظهر سليمة صواكري تركيز كبير كأنها هي التي تنازل. نذكر زميلتي سارة أنه في رياضة الجيدو عندما تسقط ولا تسقط على الكتف أو على الظهر فلا تحتسب النقاط حتى نضع المشاهد الكريم في الصورة. نعم قواعد لعبة هي السرعة والخفة والقوة. إذا كانت المصارعة أو أي أو مصارع يكون محضر نفسه مليح يعني جيدا حتكون فيه يسجل يعني يشتغل باش يمرر الحركات التقنيات اللي تتطلب اختلال التوازن فيه تتطلب يعني عمل تقني محض، ولكن لازم ترافقوا القوة والسرعة وال دائما الحكم يعطي بعض الوقت لتسوية البدلة. نعم إذا لحد الآن ما فيش حلول كثيرة. نتيجة سلبية صفر. نشوف هنا على الصورة البطيئة محاولات لكنها غير مجدية. دائما البحث عن المسكة الجيدة. لحد الآن نقدر نقولوا عامل سلبي زهرة. نعم لأن التخوف كيكون فيه هنا جولدن سكور يعني ماهو سهل. ما هو سهل باش تحصل على المصارع. نعم هنا فيه محاولات ولكن غير التقنيات ماهيش واضحة ماهيش حركات ما نشوفوش جودو يعني جودو بمعنى طريقة الخفة. جودو طريقة الخفة لا سوبلاس هنا ما نشوفوهاش. هنا يعني المصارعتين يعرفوا بعضهم خاصة من لايسسانو يتمرنوا ويدربوا في نفس في يعني في البطولة الجهوية حيث تلاقاو باش كانت فيه تصفيات يعني تلاقاو من قبل، وهذا يخليهم يكونوا دائما حذرات. كل وحدة تخاف من المصارعة الأخرى. هي محاولات لكن دائما غير مجدية. نعم لحد الآن نقولوا أنه المنازلة لم تفي بكل وعودها في هذا الوزن، خاصة أننا نعرف الأوزان الخفيفة هي لأوزان المتعة وال نعم. متعة الجيدو هي في الأوزان الخفيفة. الخفيفة كنا نشوفوا فيها سرعة تنفيذ الحركات سرعة، ولكن هنا البطء يعني حتى نشوفوا في هذا يعني الوقت الإضافي اللي هو جولدن سكور ما عندوش وقت معين يعني تقدر تقعد 5 دقائق 10 دقائق. مرة نذكر كان فيه منازلة بين أغوار مع بوع لقد دخلتني الذاكرة. المنازلة قعدت 17 دقيقة في الجولدن سكور، وهذا الشيء يعني المصارعتين يتعبوا ولازم في وحده فيها الاولى اللي تسجل اي حركه جوازاري ولا ايبون هذيك هي اللي حتى تكون الفائزه باللقب او بالمركز الثالث. لان هنايا انا نتكلم هنا على المركز الثالث والميداليه البرونزيه. والحكم يطلب انذار.
للتذكير سيداتي أوانسي سادتي أن هذه الفئة فئة أقل من 48 كيلوغرام الجزائر العاصمة شاركت ب 14 مصارعة فيه عدد 17 يعني العدد الإجمالي 17 مصارعة في هذه الفئة. شوفوا أنه عدد قليل جدا لأن إذا ما قارناه مع الذكور في أقل من 60 كيلوغرام فيه 37 مصارعة والفتيات 17 مصارعة. إلا الجزائر العاصمة عندها أو رابطة الجزائر فيها 14. حاب يقول أن الجودو الجزائري الجودو خاصة الفتيات متمركز في الجزائر العاصمة. إذا دائما نبقى مع المحاولات لكنها فاشلة والحكم يضطر إلى توقيف النزال. هل سيمنح إنذار آخر بالعمل السلبي؟ نعم 3 دقائق و20 ثانية لحد الآن كما قلت عمل محاولات نشوفه في دائما الصورة البطيئة محاولات ولكن غير محاولات ما كاينش حركة جميلة حركة رياضة الجودو يعني الخفة والسرعة في الأداء. إذا زميلي عمر في مشاركة اليوم يعني فيها 13 جهة يعني رابطات الجهوية فيها 13 رابطة بعدد اللي قلت وصل حتى 300 و468 مصارع ومصارعة أكبر العدد اللي راها فيه يعني هنا اللي شاركوا هو عدد الجزائر العاصمة اللي وصل إلى 154 مصارع ومصارعة لحد الآن فيه نقاش بين اللي انا اشوف البدله لابد ان ربما على المصارعه قدور ان تغير السروال او سروال البدله. نعم حسن حظ ربما دائما واصل مشاهدينا هذا النزال يعني في الصور البطيئه يعني شفنا فيه هجومات ولكن كل حركه ما فيش العمل القوه هنا ما ترافقش هذاك الهجوم القوه والسرعه في الاداء وهنا هذا كان راجع للتحضير ماهوش الجيد والتخوف كذلك كيكون فيه التخوف دائما يكون فيه الواحد ما يبقاش مركز بطريقة 100% دائما المحاولات جميلة جدا هاريغوشي شباب هاريغوشي جميل حركة الخصر هاريغوشي كان جميل جدا وحصلت عليه المصارعة اللي كانت تهاجم منذ البداية اللي هي رزوق إيمان من فريق المجمع البترولي. إذا أول ميدالية برونزية أو ثاني ميدالية ثاني ميدالية برونزية للمركب البترولي المجمع الرياضي البترولي اللي راه اليوم راه حاضر حركة جميلة جدا فيه هنا العمل شوف يعني الذراع كيفاش كان يعني حركة البحث ثم تمرير الحركة هاريغوشي جميل جدا. نعم السحب من اليد والعرقلة بالرجل من الخلف حركة جميلة. نعم أو تاني ميدالية برونزية للمجمع البترولي في انتظار سليمة سوكري تشجع المصارعة سليمة دائما حاضرة مع المصارعات الكبريات. إذن الآن سنذهب إلى أول نهائي لأقل من 48 كيلوغرام سيداتي سادتي هنا من قاعة حرش حسان أين سيجري بين مجاد ريان ومرسلم هاجر. نعم يعني هاجر مجاد ريان من فريق اتحاد العاصمة وهي بطلة الجزائر الموسم 2019 ومسلم هاجر من فريق اتحاد العاصمة لكنها كانت هي نائبة بطلة افريقيا وكذلك يعني اليوم شفنا يعني فريق اتحاد العاصمة نهائي خاص بهذه الفئة لما نشوفوا انه نهائي يجمع بين ثنائي من نفس الفريق حتى في الكوتش او المدرب ولا مدرب رافق المصارعه لا وجود للكوتش وهذا يعني ان هم اللقب حيبقى في فريق اتحاد العاصمه. اذا قلنا على المصارعه مسلم اللي هي كانت السنه الفارطه حصلت على المركز الخامس في البطوله الوطنيه وصاحبه اللقب هي المصارعه مجد ريان.
جدرايان، نذكر انها ترتدي اللباس الابيض بالكيمونو الابيض، اما مسرم فهي بالكيمونو الازرق. نعم البدله الزرقاء، ودائما حنشوف يكون فيه منازله، حتكون فيه منازله صعبه. نعم منازله صعبه، خاصه ان الثنائي يعرف بعضه جيدا. وجميل هذه الشباري، هي الشباري ممتاز في غفله زهره، واحد ما كان ينتظر فيها، يعني اقل من دقيقه، اقل من دقيقه تتحصل المصارعه، يعني ما كانش متوقع. يا ياسين يا سادات، خلفت الصقر مسرم. ياسين يا سادات، كما قلنا بامكاننا ان نشاهد الاعاده. شكرا. نعم. لزملائنا شاهد ليس في هذه الحركة. شوف كيف يعني كيف المسكة، شوف كيفاش كانت فيه. هنا نبحثوا دائما على اختلال التوازن، هذه هي الشيء الجميل. أنا في الجودو نبحث القوة، الضعف تاع الخصم، ضعف الخصم. إذا شفنا كيفاش يعني اجتنبت عملية المسك مباشرة بعدها دي أشيباري. ممتاز. و نعم. ميدالية الذهبية أو لقب أقل من 48 كيلوغرام لدى السيدات كان من نسيب مجد أو مرسلم هاجر. إذا الآن نشوفوا عند الرجال يعني أقل من 60 كيلوغرام دائما في المركز، على هنا النزال من أجل المركز الثالث والميدالية البرونزية. حنشوف فريق راه بوجود يعني حاضر بقوة، هو فريق العسكري، المنتخب الوطني العسكري، يتمثل في طاهرة محمد أمين بالبدلة البيضاء مع بوبتخا مهدي، من هو كذلك عنصر يعني من بين العناصر اللي راهي متواجدة من أجل نزع المركز الأول، العفو المركز الثالث والميدالية البرونزية. دخول المصارعين، تحية والانطلاقة. دائما في رياضة التنشيد وزهراء متعارف به البحث عن المسكة، قلنا المسكة هي نصف الحركة. دائما الحكم يوقف النزال. محاولة أخرى دائما، هجومات الآن من بوبترا مهدي. الآن محاولة البحث عن إحدى الحركات. المسكة موجودة. محاولة جميلة. دائما شوفوا هنا كيف شيء البحث، شوف عندما يبحث المصارع، انا شوف عندي المصارع الثاني اللي هو بوبتخا متخوف، نشوفه في الحال المسكه، المسكه هي اللي تبين شكون راه متحكم والسيطره على الخصم. نعم. واول انذار زهره كما تابعنا لبوبتخا. جميلة جدا، جميلة جدا، يعني الفريق الأمن العسكري، المنتخب الوطني العسكري، طاهر محمد أمين يحرض على لحد الآن زهرة. عفوا الحكم لم يحتسب، يطالب بالفيديو. نعم، لأن نظن في الحركة، في الحركة كانت على ما كانش السقوط على لا لا الدهر. ما كانش سقوط على الظهر، ما شايف سقوط على الظهر. إعادة، نشوف الإعادة دائما، فيه سقوط على الأرض، فيه رجوع على نعم نعم مشيت السقوط، ولكن كانت حركة جميلة. دائما هاريغوشي هذه التقنية دائما نعملوا بها بطريقة فيها يعني تمد النتيجة. هاريغوشي كان اختصاصات من بين اختصاصاتي عمر. نعم دائما بعد هذه الحركة الحكم يمنح واتزاري جميلة جدا، واتزاري برهن انه متفوق وانه مسيطر وان لديه اكثر قدره ومتحضر احسن. هذا اللي برهنه المصارع طاهره محمد امين. اذا اصابه بوبترا مهدي، اصابه بوبترا مهدي على مستوى الكتف، نتمنى السلامه بعد ما شاهدنا يعني شاهد قوة كبيرة من المصارع طاهرة محمد أمين في تمرير الحركة. شوف سحب قوي.
قوي جدا. نعم عمر، يعني دائما شوفوا هذه الحركات، يعني محاولات. اللقاء الثاني يعني قبل ما نوصل للقاء الثاني، وبعد ما شفنا إعادة الصورة وإعادة الحركات الجميلة اللي أداها المصارعة طهرة محمد أمين من المنتخب الوطني، حنشوفوا المصارعين اللي حيكونوا على دائما اللي حيتنازلوا من اجل المركز الثالث والميداليه البرونزيه، وهو شيوخ صلاح الدين من فريق دائما المنتخب الوطني للامن او العسكري. العسكري نعم، مش عارفه نقول الامن الامن العسكري، لانه حتى جمعيه الامن الوطني حاضره بقوه في بعض النهائيات خاصه عند السيدات. نعم نعم، اذا شفنا شيوخ مع مع أزالة كمال، مع أزالة كمال نعم، من فريق من رابطة بومردس. بومردس نعم، رابطة بومردس اللي شاركت كذلك بعدد 21 مصارع في هذه في هذا اليوم. وايضا او فريق المنتخب العسكري شارك ب 16 مصارع لكن كلهم عند الرجال. نعم ما عندهمش فريق نسوي او سيدات، اذا تنطلق المنازله بالبحث او المسكه الجيده اللي تسمح للمصارع الاكثر صرامه واكثر تحضير من اجل تمرير التقنيه الملائمه حسب الوضعيه اللي راه فيها المصارع. شفنا البحث على الطريقه، يبحث على حركه يعني من بعيد شوفوا وكانه حيستعمل ايبونسوناغي، يعني حركه لا هنا فيه حركه اخرى اللي حاول المصارع وزالة كمال باللباس الازرق. إذن لا بأس نذكر أن شويخ صلاح الدين يرتدي الكيمونو الأبيض، وأزالة كمال من فريق ورابطة بومرداس بالكيمونو الأزرق. إلى حد الآن النتيجة متعادلة، صفر مقابل صفر. في محاولات كوتشي غاري، في محاولات يعني إيبونسوناغي كان ممتاز. قلت لك كان يحضر في حركة الكتف. لا زهرة انت كنت تعرفي هذا المصارع وتعرفي يعني القوة تاعو كانت في حركة إيبونسوناغي. حتى واحد كيكون خبير في رياضة الجيدو من المسكة يعرف انه اي حركة راح يمارسها الرياضة. نعم، الطريقة البحث على الوقت المناسب من اجل تمرير تقنية جميلة جدا اللي هي موروتيسوناغي، وبطريقة يعني كوتي غوش يعني الجهة اليسرى، صعب جدا ان المصارع يعمل في نفس الوقت يمينا ويسارا. شوفوا كم هي جميلة الحركة، يعني السرعة، سرعة الأداء والقوة والقوة لتمرير هذه الحركة. شوف كيف جميل جدا جميل جدا. نعم إذا لحد الآن فيه ميداليتين بالنسبة للمصارع الفريق العسكري في هذه البطولة، لكن الآن حنمر إلى النهائي اللي هو صاحب اللقب الوطني يبحثوا على الميدالية الذهبية واللقب اللي هي رباحيس سليم من فريق جي اس بي اللي هي المركب الرياضي البترولي، ومحمد رباحي كذلك نفس. شوفوا عائلة رباحي راهي متواجدة هنا في النهائيات وفي المركز البرونزية على بقوة. إذا لكن رباحي محمد من رابطة تلمسة. نعم كان لا هو من هما كل عام يغيروا، كل عام يكونوا في منطقة ويغيروا النوادي. إذا الآن شوفوا رباحي سليم بالبدلة البيضاء. إذا رباحي سليم نذكر أنه صاحب أو حامل اللقب. عائلة رباحي دائما حاضرة بقوة في رياضة الجيدو، وحاضرة بقوة أيضا في هذا الوزن زارة، يعني نقدر نقولوا هي مسيطرة على وزن أقل من 60 كيلوغرام منذ سنوات. نعم من ربح عمر وجي حفظ.
مدرب الوطني. اذا نشوفوا ان ربح ينتمي للمنتخب الوطني سليم اللي عنده هو شارك في البطولات يعني عنده القاب كثيره وهو يعني من بين هو خليفه احمد موسى لان احمد موسى فئه اقل من 60 كيلوغرام. نشوفوا دائما العناصر ماهو سهل باش يكون عندك عنصر اقل من 60 كيلوغرام ويكون كذلك تقني. اذا العنصر نظن عنده اصابه على اصابه نعم يحاول هنا يربح شويه وقت لان ولكن الحكام كشاو ربيع من قسنطينه اللي راه هو الحكم المركزي تباني رضوان من رابطه سكيبدا وسحلي فؤاد هم حكام الاطرف. حاول التمرير شيماطا تكون ناجحه. لا لا فيها عمل مضاد فيه خطأ ارتكبه سليم لأنه هو مصاب أولا وثانيا كان فيه اختلال توازن يعني عندما ما كانش فيه قوة الذراعين وحركة الكتف لازم يكون عنده في الذراعين يكون فيه هنا سلاح ذو حدين يا إما يكون السرعة والقوة أو العكس نشوفه الصورة البطيئة ظاهرة تبين أنه فيه إبر. لا ما فيش إبر لا فيه. ما فيش سنشاهد الحكم أعطى علامة وزري لكن حسب الصورة فيه إيبون. سنشاهد ماذا سيقرر حكم الفيديو. أنا حسب ما نشوف يعني هنا في الإعادة البطيئة لم يكن صح كان فيه سرعة كان فيه ضد عامل ضد يعني كان فيه رد فعل كان رد الفعل يعني بعد ما كان فيه محاولة. الحكم يحتسب وزاري مش ممكن تكون فيها إيبون لأن لازم يكون الذراعين الكتفين على البساط يعني السرعة أو الظهر يعني كله وهنا ما شفناهاش كان فيها هي صح جميلة رد فعل جميل وعطى تقنية وزاري ولكن كان سريعة وعمل ذا مضاد. هنا شوف سليم رباحي سليمة لاخش كان هنا رباحي محمد ورباحي سليم حتى نسهل الأمور على المشاهد الكريم. سليم هو بالكيمونو الأبيض. نعم ليه هو بالكيمونو الأبيض يعني كان في يعني العمل تاعه نظن يا إما راه عنده ظهر عليه التعب أو عنده إصابة اللي راه ماهوش يعمل العمل تاعه الجيد. نشوف هنايا حتى المحاولات فيه إعطاء إنذار لعدم هجومه هنايا حتى الوضعية لازم يكون وضعية تاع هجوم. كان أصيب لباس ذكر باحي سليم كان أصيب في مباراة النصف النهائي إصابة على مستوى دائما يبحث عن الإيبونسيوناجي. هذا محمد رباحي بالبدلة الزرقاء لكن كي يكون من بعيد ما فيهاش شوف كيفاش نزل على ركبتيه نزل انا متخوف كون يدير نفس الخطا اللي قام به سليم كان هو كذلك في عمليه تاع مضاده سهله كثير محاولات تشيكاري باش يدخل لانه اختصاص تاعو موغوتي شوف موغوتي الاختصاص تاعو هو حركه الكتف رقم 2. لا لما تكون مصاب زهرة الأمور تصعب كثيرا خاصة نعرفوا قوة الموروتي هي الرجلين والذراعين خاصة عمر ذراعين المسكة الجيدة والذراعين وقوة وسرعة الأداء لكن لما تكون مصاب على الرجل حتى أي حركة حتكون قوة يعني في الرجل نعم أي حركة حتعطل حتعرقل شوفوا دائما في شوف دائما يشتكي سليم من هذه الإصابة. نعم محاولة دائما غير مجدية في دائما الصورة البطيئة هنا ظهر الإصابة والوجع لأن نظن ماهوش قادر يواصل وحتى يبذل الجهد باش يواصل هو لحد الآن نشوفوا النتيجة غير راهي في صالح المصارع محمد رباحي من رابطة تلمسان. إذا أظن أنه سليم سينسحب نعم بقرار من الحكام. نعم هو كذلك لأن الإصابة أثرت عليه سلبيا وماهوش ما قدرش يقاوم وهذه نظن أحسن شيء اللي يفعله هو يترك لأن الرياضة يا خسارة يا نجاح ما
تقبل الخساره، تقبل انه ينسحب في المركز الثاني. اذا لا باس ان اذكر انه عاد اللقب في وزن اقل من 60 كيلوغرام الى ربحي محمد كما تابعتم سيداتي سادتي، بعدما كان فايز وايضا بسبب انسحاب ربحي سليم حامل لقب الطبعه السابقه. نشاهد الان في تقدم الاسعافات الاوليه لربحي سليم الذي حتما سينقل الى المستشفى، نتمنى الشفاء العاجل. لا باس ان نشاهد بعض الصور الجميله والحركات الجميله فيما يخص وزن اقل من 60 كيلوغرام. وزن اقل من 50 كيلوغرام. نعم. لا بعد ما شفنا وقت الان الوجهه اين زهره؟ نعم حنشوف دائما المنازلات في على النزال من اجل المركز الثالث اي البرونز للمصارعتين. حنشوف البدايه حتكون بالمصارعه من وهران اللي هي يحياوي بدره بالبدله الزرقاء بالبدله البيضاء عفوا، ونايت عمار رانيا من فريق اظن بابا حسن، اظن بابا حسن لانه بالكيمونو الازرق. بابا حسن ايضا دائما تقدم رياضيين في المستوى خاصه لدى فئه السيدات. نعم عند الفريق يعني عناصر فريق بابا حسن في المنتخب الوطني، عناصر يعني عملوا عندهم مستوى لا باس به. نشوف هنايا المحاولات، نشوف هنا من خلال المسكه تعرف ان فيه عمل جيد بالنسبة لي المصارعة اللي راهي تحاول تبحث على الخنق. هذه الطريقة تاع البحث عن خنق المصارعة، والحكم يخلي العمل إذا يوقف للرجوع إلى. لا بأس أن نذكر أن ياياوي بدرة من رابطة وهران بالكيمونو الأبيض، ونيت عمار رانيا بالكيمونو الأزرق، منازلة من أجل البرونز لحساب وزن أقل من 52 كيلوغرام. وزن هذا كانت فيه سليمة سواكري، كان فيه يعني هذا الوزن الجزائري يعني المورفولوجي كما نقول مورفولوجية الجزائريات هو هذا 52 56 يعني محاولة كانت غير مجدية. نعم حتى صوريا حداد نفست في هذا الوزن. نعم نعم قلت لك 52 هي المورفولوجيه الجزائريات اللي يكون عندهم مستوى. كنا ابطال. نعم حقنا يعني نتائج جد مرضيه على المستوى الدولي، اذا نتواصل دائما في هذه المحاولات، محاولة دائما موروتي بالنسبه للمصارعه رانيا نايت عمار هي اللي تحاول تهجم، هي اللي تحاول لان نشوف بدره يحياوي يعني هنا في المركز من اجل الميداليه البرونزيه المركز الثالث، يعطي انذار يوجه انذار للمصارعه يحيوي بدرة من رابطة وهران. محاولة لكنها محاولة أخرى وحاولة إيبون، ولكن كان إيبون غير جميلة يا عمر. أنا هذا إيبون كان ثقيل يعني ما كانش. نشاهد الصورة الإعادة. نعم ما كناش يعني كانت محاولة إيبون تاع الأوزان الثقيلة. نعم لقيتها. إذا كما قلنا نايت عمار رانيا بالكيمونو الأزرق تحرز أول ميدالية برونزية لفريق بابا حسن المنتمي إلى رابطة الجزائر. سنعيش منازلة أخرى دائما على البرونز التي ستجمع عبد اللاوي شيرين. قبل ذلك نشاهد بعض الصور الإعادة. إذا كما قلنا ميدالية أخرى برونزية سيتنافس عليها كل من عبد اللاوي شيرين بالكيمونو الأبيض، وبنف تايم ليدا أو ليديا من قسنطينة
بالكيمونو الازرق. دائما نبقى عند وزن اقل من 52 كيلوغرام زهر. نعم دائما المركز الثالث بالنسبه لي. هذه المنافسه الوطنيه للاكابر سيدات عبد اللاوي شيرين. اذا عبد الله وشيرين مصارعه هي كذلك تنتمي بطلة الجزائر في فئات ذوي الاحتياجات الخاصه. الحركه نفس الحركه تستعملها فينا وزاري فيها وزاري تعدل النتيجه. نعم تعدل النتيجه وزاري مقابل وزاري. بالنسبه للمصارعتين عبد الله وشيرين وبن فطيمه ليديا باللبدة الازرقاء، هنا العمل حيكون اكثر جميله. إيشي مطا جميل. هنا كان فيه سرعه لكن ما خلتلهاش الوقت، لان جودو ذكاء. جودو ما فيش يعني شيء اخر، جودو ذكاء. كانت اسرع واغتنمت فرصه تمرير حركه اوتشي إيشيماتا. شوف كيفاش عرف، وما كانش يعني طريقه، كان بسرعه. شوف دائما لما تكون الكيميكا طيب قوي. نعم. يعني شفنا لما سحبتها كافي وضعت الا الرجل، وضعت الا الرجل. نعم. كانت وضعيه تاع اختلال توازن كانت في المصارعه ليديا، وبهذه الحركه الجميله اللي ادتها المصارعه شيرين عبد اللاوي تتحصل على الميداليه البرونزيه. في انتظار التاكيد من لجنه التحكيم على مستوى الطاوله للفيديو. هي حسب وشفنا عمر يعني التقنيه هذه ممكن يكون عندنا فكره، لان لا يعني صراحه احنا عندنا حظ اننا شفنا الصوره بالاعاده، يعني فيه اطار. فيه نعم، لان الكوتش تاع ليديا تاع المصارعه من قسنطينه. نعم جلوت مبروك كذلك بالسعود. نشوفوا المسؤولين نتاع اللجنه الوطنيه للتحكيم يتشاوروا بيناتهم يشوفوا الحركه كيفاش كانت يعني هنايا، وباش هما يقرروا، لان كان فيه رد فعل الكوتش هو اللي طلب باش يكون في اعاده النظر. نشوفوا سعود على الصوره، سعود وجلوت يعني فيه حتى بوطبشة المدرب الوطني مدير الفني الوطني اللي وكذلك عنده كلمته في هذه التقنية، تقييم كل حركة. أنت تحتسب تبقى دائما في وزاري. شفت كيفاش ما كانش الشيء اللي كان في الحركه هذيك، كان فيه نقص السرعه في الاداء، كان فيه هنا ما عطاولهاش يعني كان فيه يعني بعد مشاوره اللجنه الوطنيه للتحكيم هي اللي تقرر. نشوف هنا رد فعل الاحتجاجات من طرف كل نشوفوا بن طرزي، كل واحد يبحث عن حدوده. بن طرزي نبيل عضو ثاني المنتخب الوطني قديم، يعني شفنا التشاور بعد رد فعل تاع الجمهور ان اعاده النظر، ولكن اعاده النظر بالنسبه للمصارعه شيرين الحركه اللي ادتها تاع ريشيماتا. ننتظر ماذا ستقرر لجنه التحكيم. نعم ايبو نعم فيه. صراحه نعم. كانت فيه لان قلت انا ممكن تكون في سرعه، ولكن كانت فيه كان في تواصل تاع حركات، هجوم قبل هجوم قبل هجوم، يعني كان في تسلسل تقنيات، ولكن في الاخير اذا تفوز المصارعه عبد اللاوي شيرين بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه في هذه المنافسه الوطنيه لرياضه الجودو اكابر. اذا نبقى دائما في وزن اقل من 52 كيلوغرام، والنهائي الذي ينتظره الجميع بين موسى مريم المصارعه المخضرمه نقدر نقولوا زهره. نعم. ب عيسى هين فايزه. نعم. من
ابتدائي ينتمي إلى رابطة الجزائر. مريم موسى من المجمع البترولي، أما فايزة عيسين فهي تنتمي إلى فريق باب أحسن. نعم، نعرف أن حتكون منافسة صعبة بالنسبة للمصارعتين، يعرفوا كانوا هما من المنتخب الوطني ويدربوا يعني في نفس الوقت، ويعرفوا تقنيات بعضهم، يعرفوا نقاط الضعف نتاع يعني نتاع كلتاهما. إذا نشوفوا هنايا البداية حتكون بداية صعبة، لأن موسى مريم السنوات الأخيرة كانت مصابة، كل مرة تكون عندها إصابة. نظن إن شاء الله تكون ارتاحت وقدرت، لأن عندها خبرة كبيرة وواسعة، وممكن أنها الخبرة اللي عندها، شاركت في بطولة عالمية، شاركت في بطولة إفريقيا مرات عديدة، يعني يا عندها ابنة الخبير أحمد موسى. نعم نعم، إصابات أثرت على نقدر نقول مشوارها أو مشوارها يعني. نعم، السنوات الأخيرة. نعم، يعني كنا نقدر نقول مريم موسى بطلة أولمبية على الأقل تكون في المنصة. لولا الإصابات اللي التحقتها كل مرة. نشوف هنا المسكة، نشوف العمل أو البحث. آية قاسي الحكمة، شيء جميل أنا أشوف الحكمة الرسمية أو الرئيسية هي مصارعة قديمة آية قاسي. إذن دائما حذر كبير. مريم موسى بالكيمونو الأبيض تبحث عن المسكة الملائمة، فيما عيساهين فايزة قلنا من فريق باب أحسن هي الأخرى مصارعة تملك إمكانيات كبيرة، بإمكانها أنها تخطف الذهب في هذا الوزن. نعم، هنا شوفوا يعني الخبرة والخبرة اللي عندها مريم موسى، يعني نقدر نقول بطولة وطنية هي المفروض جهة سهلة، لأنها عندها خبرة كبيرة وواسعة اللي تسمح لها باش كسبت التقنيات، كسبت كثير من المستوى الدولي هذاك كخبرة وكتجربة لها. شوف هنا التخوف لدى الطرفين، هنا الحذر مطلوب بالنسبة للأصحين اللي هي كذلك كانت بطلة الجزائر سنة الفارطة، وكذلك كي كانت مريم موسى مصابة كانت هي اللي كانت يعني بطلة الجزائر وشاركت في البطولة الإفريقية، يعني عندها كذلك مستوى لبس برصيد كبير، وكذلك الدولي عمر. لا نقدر نقول يعني انه وزن اقل من 52 كيلوغرام ما عندناش فيه مشاكل، يعني الخلف موجود. محاولة خطأ، ولكن شوفوا مريم موسى حاولت تمويناغي حركة تضحية، لكنها سرعان ما استدركت الأمر، لأنها هنا في عمل تجميد أوسيكومي من طرف المصارعة مريم موسى، ولكن دارت خطأ يعني، وفي يعني في ظرف يعني. نعم، هذه هي مريم موسى، هذه أداوة الجودو، الخبرة والتجربة اللي سمحت لها باش تستدرك الأمر. وشوف هنايا كيف تدخل تومويناغي، لكن أسايحن حاولت تستعمل الحركة أوسيكومي، ولكن سرعان ما خطأ كبير من عيساهين فايزة. نعم، شفنا نشاهد الصور الإعادة زهرة، يعني خطأ تاع مبتدئين صراحة. لا 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 عمر، لأن الخبرة هنا مقابلتها مريم موسى، عندها خبرة وعندها حيلة في العمل، ماهيش يعني ما هو سهل. وكذلك كانت من قبل، كان لأن العام السنة الفارطة استطعت أن تفوز السيحين، كانت متيقنة من أنها حتفوز، وهذا هو الجودو، كان فيه رابح كان فيه. نشاهدوا الآن فرحة سليمة سواكري لمريم موسى. نعم، أول ميدالية ذهبية بالنسبة للجي اس بي للمركب بالبترولي. نعم،
إذن من وزن أقل من 52 كيلوغرام بعدما تعرفنا على بطلة هذا الوزن موسى مريم، الوجهة الآن إلى اختصاص آخر وعند فئة أخرى للذكور وزن أقل من 66 كيلوغرام، البداية بالتنافس على البرونز بين غريسي محمد من فريق المجمع العسكري بحداد أمير من رابطة قسنطينة. نعم وجود قلت لك قوي، مشاركة قوية للمنتخب الوطني العسكري في مختلف الفئات، يعني هنا نشوفوا يا إما في النهائيات أو في المراكز الثلاثة، يعني مراكز أو البرونز، النزال من أجل البرونز، محاولة هنايا المسكة الجيدة بالنسبة لدى الطرفين. نشوفوا محاولة مراتي لكنها من بعيد، لم يمررها البحث دائما، تخوف لدى الطرفين. مصارعة بخلوفي غريسي محمد بالبدلة البيضاء مع حداد أمير من رابطة قسنطينة بالبدلة الزرقاء. محاولة تومو ويناغين شنو يعني محاولة اسمها حركة التضحية، حركة التضحية، حركة التضحية هذه كانت من بين اختصاص أحمد موسى في, في, في يعني آنذاك كان يستعملها كثير، وحركة جميلة جدا كي يقول التضحية، التضحية يعني من الحركات الجميلات. محاولة في نفس الوقت إيبوسوراغي مع في نفس الوقت مع الكوتشي غاري، يعني حركة سحب الساق البحث ولكن من بعيد لأنه يتخوف أن تكون فيه العمل المضاد. يعني شوفوا المصارع، المصارع غريسي محمد محضر نفسه لأن الواحد يهجم والآخر ممكن جدا أن يستغل كي يكون فيه ثغرة في الهجوم باش يكون فيه كي يكون ما فيش قوة في سرعة الأداء، الأداء تاعو لازم يكون سريع وقوي في نفس الوقت، وإما حيكون شوف دائما من بعيد ما يدخلش، لازم تدخل تاعو. شوف محاولات، محاولات العمل هنا على البساط، يعني عمل أرضي. الحكم يطلب تسوية الكيمونو قبل مواصلة النزال في أول تنافس على أول ميدالية برونزية لوزن أقل من 66 كيلوغرام. غريسي يحاول بالكيمونو الأبيض من فريق العسكري، محاولات مسكة كيميكاتا يمتاز بقوة في العمل دائما دائما حركة، محاولة لدى الطرفين نفس التقنية، نفس التقنية. لحد الآن إندار كم عندما يكون عندما ما يكونش فيه هجوم الحكم يمد يعطي الإدارات من أجل أن الآن جودو الصباح نشوفوا الحركة هجومات حتى وضع نزعوا من هذيك الشريحة اللي كانت من قبل. محاولة هنا، محاولة جميلة ما جميلة في وزاري، نعم في وزاري، لأنك في عمل عمل مضاد بالنسبة للمصارع غريسي محمد. يا شباري السحب من الرجل، نشاهد الإعادة. شوف دائما ليس في هذه الحركة هنا، شوف كان فيه مواصلة في الحركة، وهنا يتحصل على نظن على وزاري، لا وزاري حتى يتأكدوا الطاقم الحكام المديرية اللجنة الوطنية للتحكيم، لأنه مدرب حداد أمير من قسنطينة طلب الإعادة الاستعانة بالفيديو. نعم اليوم أصبحت طرق يعني باش يتفادوا المشاكل، يتفادوا الاحتجاجات الكثيرة، يعني فيه مجموعة اللي هي تتأكد من التحكيم، يعني كعندما الحكم يعطي أي نتيجة ويكون فيه احتجاج من من حقه ان يراجعوا يشوفوا الحركه. ونشوف هنا يعني طريقه طرق جديده هذه سمحت للحكام ما يتحيزوش، ما يكونش فيه تحيز، في وقت ما كان فيه تحيز، كان فيه ولكن اليوم تحيز حتى على المستوى العالي حتى في بطولات العالم في الالعاب الاولمبيه، نعم ولكن اليوم بهذه الطريقه نقصت
النقص اليوم كان فيه يعني كلش واضح كلش باين، كل واحد يدي حقه، ما كانش تحت حقه وما كانش فوق حقه. الفار حاضر في كل الرياضات تقريبا. نعم. في الوقت الراهن. نعم، من كرة قدم إلى كرة الطائرة، كرة السلة، التنس، الكاراتي، الجيدو، أصبح حاضر في كل أغلب الرياضات. شاهد من محاولات غريسي محمد يبحث عن الحفاظ عن هذا التقدم قبل 15 ثانية. جميل جدا، جميل حركتين أو مروطي، حركة جميلة جدا. سنشاهد الإعادة. نعم، حركة جميلة بالنسبة للمصارع من المنتخب العسكري غريسي محمد، اليوم راهم يعني بقوة مركز الميدالية البرونزية الثانية لهذا الفريق. جميلة، كانت قوة وكانت يعني شوف كيف بحث بحث. نعم، تحصل على حركة يعني باستعمال فتحة 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 الرجل ثم وصلتها بال. نعم، إذا زهرة بعدما تعرفنا على أول فائز أو متوج بميدالية برونزية غريسي محمد، سنعيش ثاني تنافس على ثاني ميدالية في هذا الوزن أين بين مخلوفي عبد الحفيظ من معسكر، من رابطة معسكر، بحمودان محمد من رابطة الجزائر، لكن حمودان مصاب. إذا مخلوفي عبد الحفيظ يفوز بثاني ميدالية وأول ميدالية بالنسبة لرابطة معسكر في هذه البطولة. نعم، إذا حنروح كذلك لعائلة رباحي، نروح نشوفوا عائلة رباحي في كل في كل الأوزان. الله يبارك، الله يبارك، والله يدوم العائلات بإنجاب المصارعين. إذا عندنا نهائي خاص من أجل اللقب الوطني والميدالية الذهبية، رباحي بوبكر من فريق الحراش جي سي اش، ويقابل عنصر أو مصارع شراد راشيد من فريق وهران. كذلك وهران راهينا موجودة بعناصرها ووصلوا إلى يعني المراكز الأوائل. شيء جميل ان الجودو متواجد على المستوى الوطني وليس على فقط في العاصمه، رغم ان العدد في العاصمه هو اكبر من كل الرابطات. اذا رباحي بوبكر من رابطه الجزائر بالكيمونو الابيض ينافس شراد رشيد من رابطه وهران على الصوره بالكيمونو الازرق. دائما رباحي بوبكر كنا تابعنا الزهرة في التصفيات يعني قدم مستوى راقي. نعم، هما رباحي التقنيين وفريق الحراش من بين المرحوم الله يرحمه احسن المدارس الجزائرية. احسن، نعم، مدارس التكوينية، يعني احسن المدارس التكوينية. تخرج منها بو يعقوب، تخرج منها بن يخلف، تخرج منها بن امادي، تخرج منها المع العناصر المنتخب الوطني، تخرج من مدرسة زبيدة بو يعقوب اللي نحيوها، كذلك لرباحي، كل رباحي، عمر رباحي. جميل حركة، ولكن كانت في السماء، ما كانش في العكس. حركة بهلوانية من رباح. مشاهد الصورة. مش رباح اللي دارها. لا، كانت الحركة البهلوانية من رباحي. نعم، نعم. إذا نشوفوا المحاولات مع المسكة، لأن اللي حيكون عنده مسكة جيدة حيمرر التقنية لجميل محاولة، لكن هذا الحكم هل سنتجه إلى الفيديو؟ لا، لا، ما كاش هنا، ما في البصيري، دائما الكوتش البصيري يطالع، ما فيش حركه، ولكن ما كانش فيه، كان فيه عمل مضاد، كان فيه عمل مضاد وما سجل حتى نتيجه، كانت نتيجه سلبيه محضه. يتكلم ياثر يعني دائما، كان في بعض كوتش من يعني تصرفاتهم
يحبوا يديروا الزجة من أجل باش الناس على الأقل يشوف يأثر في الحكام، يأثر في الجمهور المتواجد، باش يكون في احتجاج مؤدي إلى نتيجة. ولكن هذا ما كاش العامل هنا في الصورة، الصورة هي محاورة كسر الذراع. نعم ما نعم، ولكن الطريقة اللي أحاكم بها ما تروحش بعيد. خطأ في تقدير الوجهة. نعم شاهد هنا محاولة، شوف أنا محاولة ما فيش عمل، يعني التقنية محضنا محاولة تقنية كسر الذراع، ولكن ما كانش فيه الإمساك. شوف هنا دائما البحث على الفتحة، شوف هنا كيستعمل رجله يدير فتحة باش يدخل، يدير فتحة ثم يمرر الحركة اللي راهي على حسب الوضعية اللي راها ورا فيها المصارع رباحي. إذن لحد الآن تركيز كبير، الحكم يطالب بإنذار، إنذار لأن ما فيش عمل بالنسبة للمصارع، عمل سلبي. نعم شراد رشيد مراه متخوف وخايف يمر أي حركة المصارع رباحي، لهذا نشوفه يبحث أو يراقب ولكن موش يعمل، ما راهش ما دار حتى الحكم الآن. نعم. سيعطي إنذار. شوفوا عثمان فريد اللي راه حكم الوسط يعطي الضنحة، يعطي إنذار لعدم هجوم لشراد رشيد. يرافقه علامي عبد القادر وبلقرون رشيد. شوف جميلة، لكن نفس الحركة اللي استعملها حركة تومو ويناغي، ولكن كي تكون بهالطريقة يوقف على رجلين ما كان حتى ما فيش نتيجة. نعم شوف انا اللي اشوف الذراعين، كنت جبت شوية الذراعين كان يقدر فيه القوة، نستعمل القوة. هذه الحركة تقنية ولكن تطلب دائما القوة والمسكة الجيدة باش يقدر يؤديها بطريقة صحيحة. لكن رباحي بوبكر إلى حد الآن هو يعني نقدر نقول عايش مليح في المباراة في المنازلة، يعني داخل بقوة تركيز كبير، لكن لهذا صعب أنك تمرر مثل هذه الحركات. لكن شوف هنا عمر رباحي بوبكر كي ما قدرش يسجل أي حركة في هنايا شبه هجومات ولكن غير مجدية، هذا يقدر يفوز المصارع شراد بما أن الحركة ما كانت في تقنية مكتملة، لازم تكون في تقنية مكتملة. شوف يحاول من بعيد يدير، شوف دائما حاول أوتشيغاري كانت غير مؤدية وهدو الآن حركة مدروسة. نعم لا هذا كاع رجل تخوف، هنا كاع رجل تخوف تاع المصارعين، كل واحد اي خطا حي هذه ميداليه ذهبيه ومكان اول في الفئه اقل من 66 كيلو. سيدتي سادتي دائما بقاعه حسن حرشه اين تجرى منافسه البطوله الوطنيه لرياضه الجودو في مختلف الفئات الصغرى، في خمس فئات، ثلاثه للسيدات واثنان اقل من 60 واقل من 66 بالنسبه للذكور او الرجال. اذا دائما واصلوا المنازله اللي تجمع بين المصارعين رباحي بوبكر من فريق الجودو الحراش، نادي الحراش المعروف بعناصره، نعرف بمستواه، لكن اليوم رباحي راه متخوف كثير بما انه هو يحاول الى الجولدن سكور. نعم يعني شوفوا هنا اقل من 8 اقل من 10. نعم جولدن سبور. نعم عمر يعني كنت بعرف في الحركات ونسيت الجولدن كما فيش يعني ربع الوقت المطلوب ما كانش فيه نتيجة، لابد يكون الحركة الأولى اللي سجلها المصارع هي اللي حيفوز بها إذن إنذار للاعب أو المصارع شراد رشيد بعد العمل السلبي أو عدم القيام بأي حركة والانفلات من هجومات رباحي بوبكر. رباحي بوبكر لحد الآن يبحث عن حركة ممكن لا فيش ما
سننتظر ماذا سيقول الحكم، ماذا سيقول الحكم. كان حركة غير، كان في عمل مضاد، في عمل مضاد، ولكن شوف هنايا الكوتش، نعم شوفوا الحركة كيفاش كانت. لا فيه عمل مضاد، فيه عمل مضاد وفيه وزري صراحة. رباحي بوبكر هنا حسم الأمر لصالحه. سنشاهد دائما نعم فيه حركة مضادة، عمل مضاد ونتيجة تعود إلى المصارع. رباحي من فريق نادي الحراش ميدالية الأولى. إذن بطل الجزائر لوزن أقل من 66 كيلوغرام رباحي بوبكر، نذكر أنه فاز على حساب شراد رشيد من رابطة وهران. زهرة بعد ما تعرفنا على بطل الذكور، الآن الوجهة إلى وزن آخر لكن لدى السيدات واللي أقل من 57 كيلوغرام، والبداية بالتنافس على البرونز بين المصارعة بوعكاش زينة من فريق بابا حسن. تظهر على الصورة بالكيمونو الأبيض بناصر مروة من رابطة الجزائر، تنتمي لفريق اتحاد الجزائر. نعم عمر، اتحاد الجزائر موجود هو الآخر بقوة في هذه في النهائيات. يعني شفنا النهائي الأول اللي كان فيه أول ميدالية ذهبية والمركز الثاني في فئة أقل من 48 كيلوغرام، والآن في أقل من 57 كيلوغرام. في عمل جاد بالنسبة لهذا الفريق، فريق يعني رغم أن المركز الثالث مهم بالنسبة للمصارعة المصارعين والمصارعات. إذن بوعكاش زينة بالبدلة البيضاء من فريق دي اس بي اش اللي هو دائما موجود مع عناصره بقوة، يعني موجودين هنا بقوة. وبناصر بوناصر مروان من فريقنا اتحاد العاصمة. حنشوفوا النهائي الأخير بالنسبة لفئة الفتيات، ونظن حتى بالنسبة لي النهائي الأخير اليوم الأول. نعم هذه المركز الثالث، المركز الثالث والميدالية البرونزية بالنسبة لي المصارعتين بوعكاش اللي راهي تحاول محاولة جميلة لكنها لم تكتمل الحركة، والسقوط على البطن ما يؤديش إلى نتيجة. يوقف الحكم هذه الحركة والرجوع إلى وسط الميدان أو وسط البساط من أجل المواصلة في النزال. شاهد الإعادة تبحث عن المسكب. نعم ما كانت فيها، كانت ما فيش خاص القوة هنا، القوة البدنية تلعب دور كبير بالنسبة لرياضة الجودو. نعم شوف محاولات المسكة من أجل تمرير حركة أوتشيغاري، ولكنها كانت هنا وزري، نعم وزري عمل مضاد بالنسبة للمصارعة مصارعة بوعكاش زينة فريق دي اس بي اش اللي هي تتمكن من عملية التثبيت. هنا التثبيت ما يكونش إلا إذا استطعت أن تسرح الرجلين هنا. نعم كانت هنايا حسن حظ مروة أنها نعم هنا وكان يعني قدرت يعني تثبتها 30 أقل من 30 ثانية، 19 ثانية كانت تدي وزري ثاني وتحصل على العلم الكاميرا. نعم مواصلة النزال والبحث دائما على أول من ستمسك وتمرر الحركة. الحكم الكوتش يطلب من المصارعة وعكاش بأن تكون يعني حذرة، لأن راهي مسجلة، لأن لحد الآن أقل من دقيقتين من عمر هذه المنازلة. وعكاش زينة الآن تبحث عن تسيير النزال، بقات أقل من دقيقة وثلاثين ثانية عن نهاية الوقت المحدد. ماذا يطلب الحكم؟ إنذار لكل واحد بسبب نعم. العمل السلبي. نعم تكون عم نشوفوا المصارعة يعني هنا يا مصارعتين، ولكن اللي أكثر عندها راهي في خطر هي المصارعة مروة بن ناصر من اتحاد العاصمة.
شوف نفس الشيء تحاول العمل على اليسار يعني محاولات لكن غير محاولات اخرى يعني شوف كيفاش صراحة إيبون سيناغي لكن ما كانش أنا ما ظهر ليش تاع إيبو عمر شوف شوفوا في التمرير البطيء ما فيش شوف يعني يعني كانت الحركة نعم مسك من الدراع الحملة على الدراع ماشي ماشي قاسي نوعا لا لا ماشي قاسي نوعا ما لكن رغم هذاك ما فيش احتجاجات ما فيش احتجاجات نعم نعم ديلا لاتروس المدربة أنا أشوفه مصارع محمد صداري مدرب كوتش الفريق باب حسن باب حسن نعم هو المصارعة ليلا لاتروس اللي هي كوتش كوتش مصارعة بو ناصر مروه اللي أخطأت وما حصلت حتى ما دارت حتى نتيجة إذن سنعيش تنافس آخر على الميدالية البرونزية بعدما تعرفنا على صاحبة أول ميدالية برونزية أبو عكاش زينة من نادي باب حسن. الآن التنافس سيكون بين ناية عمار وافا من رابطة الجزائر ببخيرة خديجة من رابطة الجزائر الأولى من نادي الحراش والثانية بالكيمونو الأزرق خديجة من مجمع البترولي. نعم نشوفوا المجمع البترولي اما في المراكز الاولى او في المراكز الثلاثه عمر حاضر بقوه حاضر. في منصه التتويج لهذا سنقترب بعد نهايه هذه المنافسه من البطله السابقه سواكري السليمه لتعرف عن اسباب تالق المجمع البترولي ما هو السر وراء ذلك هل فيه عمل هل فيه خزان خاصة أن المجمع البترولي اليوم حاضر في كل الأوزان وفوق منصة التتويج بأكثر من مصارع قلت بلي خزان الفرق الوطني نعم كل عناصر أغلبية العناصر المنتخب الوطني 90 نقدر نقول لك أكثر من 90% ينتمون إلى الفريق مجمع البترولي إذا أول إنذار لحلاطة حلاطة يمينة لا نية عمر نية العفو حلاطة ستكون في النهائي نعم جيس هذه من فريق الحراش نعم فريق الحراش السنوات الأخيرة وين أصبع عنده فتيات في من قبل ما كانش عنده يعني مشاركة قبل إلا الذكور تقريبا كان عنده دائما عنده الذكور ولكن ذكور من الدرجة الأولى دائما خاصة إذا تعرفنا على الأسماء نعم قدوة المنتخب نوادي على المستوى الوطني ومدرسة من كبر المدارس التكوينية إذا محاولة هنا العمل البحث على الكسر الدراع نعم من تطلب سليمة سواكري الكوتش تطلب من العمل الجدي من المصارعة بالخيرة خديجة بالكيمونو الأزرق نعم محاولات لا 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 لا, لا. حصل حظ ناية عمار وافا كانت حاضرة وكانت مركزة في هذه اللقطة وإلا تمكنت بخيرة خديجة من تمرير إيبون سيناغي دائما التركيز البحث عن المسكة لحد الآن الحكم ينتظر محاولات غير شوف يعني انا شوف الطريقه يعني الطريقه حتى وتعملوا هي بالطريقه هي كانت في جانبية نعم الحكم ما يعطيش يعني وقت كبير باش العمل يكون ارضي لكن هنا يشوفوا عندما يوقف الخصم لابد ما يكون في العمل متواصل في وسط البساط هنا شوفوا واضحه لما يوقف شوف هنا ما كانش فيه مسكه كيما كانش مسكه ما كانش السيطره على اي حركه او اي هجوم كل مصارعه متخوفه زارا يعني نقدروا نقولوا سن مصارعات شابات يعني في مقتبل العمر يعني ما يتعداش عمرهم 28 سنه يعني نقدروا نقولوا بدايه موفقه لكن رغم هذا يبقى عمل كبير وكبير ينتظر
هذا الثنائي من أجل الوصول إلى العالمية. نعم نعرف أن فريق مجمع البترولي هو فريق يعني من بين الفرق اللي دائما يفرض وجوده والعمل تاعو يكون دائما جاد ودائما يجيب نتيجه. وهنا شفنا لحد الان فيه نتائج تحصلوا عليها في مختلف الاوزان عناصر المنتخب المجمع البترولي، لكن نشوف هنايا المحاولات الوحيده، المعصر الوحيد بالنسبه لنايت عمار وفا، نايت عمار وفا من فريق نادي الحراج الوحيده اللي تمثل هذا الفريق، تواجه صعوبات امام ابو بخيره خديجه، وجد لحد الان نقول صعوبات لانها لحد الان لم تسجل اي نقطه اي نتيجه، والعمل بما انا نظن انا في المنتخب او فريق نادي الحراش ما عندوش الفتيات، ما كاش كيفاش يعني في التحضير تاعها حيكون تحضير صعب، تتحضر مع الذكور ما هو سهل ما هو سهل. لما نذكره وانت تتذكري زهره يعني احسن يعني المصارعات السواكرين نذكره كانت يعني تحضيراتها مع الذكور، يعني خاصه توصل للمستوى العالي عليك ان تجدي يعني التنافس في السواكر. انا حضرت انها كانت تحضر مع الذكور في بعض كلهم يحضروا مع الذكور، لابد يكون فيه احتكاك لابد فيه، ولكن كي تكون في نادي وتعمل خمس مرات في الاسبوع مع نفس لان القوه ماهيش كيقول انا اقل من 42 كيلوغرام اقل من 52، الذكور اقل من 60 كيلوغرام وجي طالع، فهم كيفاش يعني ما عندهاش لي سبارينغ ما عندهاش 60 كيلوغرام يعني تقريبا هي نفسها اوزان 60 كيلوغرام يعني. شوفوا محاوله دائما شوف المسكه تاع ماهيش مسكه جيده بالنسبه لاي تاع عمار، يعني حركات غير جميله بالنسبه للمسكه تاعها، ما فيش عمل. هو من المفروض ان الحكم يطلب تسويه الحزام، يعني البدله تكون باش يقدر يكون في عمل باين وواضح، ما فيش عمل باين وواضح بالنسبه للمصارعه نايت عمار وفاء. النتيجة تبقى دائما سلبية بالنسبة للمصارعتين، رغم انه نايت عمر وفا عندها خطأ إداري، حتى يكون عندها خطأ هنا لازم يكون فيه نتيجة، يعني ممكن يروحوا للجولدن سكور. نعرفوا انه بعد اربع إندارات يوقف الحكم الميزان، البحث عن المسكة الجيدة، لكن أنا شوف فيه حركة ولكن في حركة تشيغاري ولكن ما كانت تفطن كبير أنا من هنا البحث عن الكسر الذراع، كسر الذراع نظن ربحت سبا هذه هي كسر الذراع، تخلت نايت عمار تخلت على فوز المصارعة. إذا بخيرة خديجة مصارعة الجي اس بي ميدالية برونزية أخرى في تشاور بين الحكام، لأن الحكم الوسط لم يشاهد انسحاب المصارعة. نعم غاشي، إذا تفوز المصارعة بخيرة خديجة وتهدي ميدالية أخرى لكن هذه المرة من البرونز لفريق المجمع البترولي. بعدما تعرفنا زهر على الثنائي الذي توج بالبرونز، الآن سنتعرف على حامل اللقب أو من سيفوز بلقب أقل من 57 كيلوغرام عند السيدات. النهائي سيجمع بين حلطة يمينة من رابطة الجزائر بالمصارعة أو حلاطي يمينة، هي التي تنتمي أيضا إلى المجمع البترولي
بجميل نسرين من رابطة تيزي وزو. رابطة تيزي وزو عائدة بقوة خاصة بعد مدارس جيدو التي استفادت منها مؤخرا. نعم، رابطة تيزي وزو الآن عندها أكاديميات، عندها 5 أكاديميات في هذه المنطقة، والجودو راهي ترعرع وراهي ينتشر في هذه المنطقة في مستوى لا بأس به، ولكن في الفئات الصغرى. وبعد أنا أقول هذا الخزان حيكون خزان المنتخب الوطني في هذه المنطقة، بما أن في عمل جاد يقوم به مجموعة الرياضيين السابقين على رأسهم. نعم، سوريا حداد البطل الأولمبية، سوريا حداد، مراد مكاح، فيها مصارعين أسماء معروفين اللي راهم يعاونوا، اللي راهم واقفين على رياضة الجودو في هذه المنطقة، في منطقة رابطة الجودو بتيزي وزو. إذن حلطة يمينا نذكر أنها تنتمي لفريق المجمع البترولي بالكيمونو الأبيض، وبوجميل نسرين محاولة تمرير مولوتويوكي من رابطة تيزي وزو لم تكن ناجحة بالنسبة لنسرين التي ترتدي الكيمونو الأزرق. تبادل في الحركات، محاولات دائما كما شفنا يعني هاد حاليا يعني يعملوا مع فتحات، فيه فتحة في الرجل اللي هي كوتشيغاري محاول، ومن أجل تمرير موغوتي سوناغي. هذه الحركة تاع الكتف تعطيني ثمار، يعني تعطيني ثمار كبيرة بالنسبة لي الفئات الصغرى، قلنا فئات صغرى اللي هي الأوزان الخفيفة. لحد الآن زهران نشاهد حركات جميلة في هذا النهائي، محاولات تخوف لأن مستوى المصارعة حلطة معروفة بطلة الجزائر، وهي عندها خبرة وعندها تنتمي إلى المنتخب الوطني وتنتمي إلى فريق وفيه كلهم عناصر المنتخب الوطني. نشوف هنا المصارعة الشابة بوجميل نسرين من فريق تيزي وزو، من فريق قصر لتيزي وزو، هنايا تحاول محاولات حتى تكون صعبة بالنسبة لها، ولكن لأن تواجه مصارعة عندها خبرة كبيرة، عندها خبرة المنتخب الوطني، شاركت في دورات دولية، شاركت في كل البطولات يعني، وأحرزت على ألقاب وطنية ودولية. لكن هذا ما يمنعش أن المفاجأة دائما واردة في هذا الاختصاص. نعم نعم، لازم يكون فيه العمل، لأن هنا في الجزائر يعني المصارع في النهائي دائما يخاف من أجل أن اللقب ما هو سهل باش تكسب اللقب، ماهوش نتكلموا على الميدالية فقط، ولكن يكون عندك اللقب اللي حيمشي معاك وماهو سهل. شوف محاولة موروتي سوناغي ولكن ماهيش حتى الدخلة تاعها ماهيش دخلة مكتملة، ماهيش يعني المفروض تدخل في التمرير يكون مكتمل، لكن هنا شوفوه على النصف على الجانب لأن التخوف تاع العمل المضاد. وهنا العمل المضاد الكثير لاحظنا أن كان في كثير من المصارعين اللي راحوا هو يقوم بهجوم والمصارع الخصم يقوم بعمل مضاد، وهذا يخليه يفاجئه حتى أنه عنده مستوى أحسن، ولكن هنا اللي عنده مستوى أحسن اللي يحقق نتيجة وينفذ ويمرر حركة أي يا إما في الهجوم أو في العمل المضاد. إذن دائما يبقى التركيز هو السر تألق أي مصارع في هكذا مستوى، خاصة شاهد فيه إندار. نعم، خطأ في المسكة. نعم، لأن الدرع اليدين كانوا في جهة واحدة في المسكة. أوشي مطا لم تكن ناجحة زهرة. نعم، لأن فكش في عمل المسكة، كش في قوة وسرعة في تمرير تلك الحركة، لازم يكون فيه اختلال خلق من أجل خلق وضعية من أجل تأدية الحركة. هذه الوضعية هي اختلال توازن، لازم يكون فيه جلب في الهجوم، في جلب المصارع وتمرير الحركة في الوقت اللي يكون فيه في عدم توازن. و
امور مختلفه ربما بالنسبه لنا احنا رانا في قاعده التعليق والرياضيين دخل بساط يعني الامور مختلفه. كنا نقول يعني دائما أن الامور سهله لكن لما تكون في البساط الامور مختلفه كثير خاصه انه الانسان يحضر او المصارع يحضر يعني موسم كامل يعني لحظه خطا واحد يعني تكلفك انك تخسر لقب يعني امور راح تاثر عليك. الى الان نتوجه الى الجولدن سكور او الوقت الذهبي بعد ما انتهى الوقت الرسمي بالتعادل. نذكر انه حلطة يمينة تنتمي الى وجميلة مرتي. هل فيه وزاري؟ فيه وزاري نعم المفروض فيه وزاري نعم. ولكن سنشاهد مع زملائنا نعم في التصوير البطيء في التصوير البطيء نعم زملائنا من الفرقة التقنية اتش دي 2 نعم فيه وزاري فيه وزاري ما فيش وزاري نشوف مليحة لا فيه ليبول حبط أولا قبل الرأس قبل الرأس حتى الحكم يطالب حتى نشاهده هنا في الصورة الحكم لحد ياسين سادات نعم دائما نشوف الصورة قصدي نشاهده نعم. أنه لا ليس بهذه الجهة في الجهة المقابلة كنت نشاهد أنه الكتف المس قبل الرأس الأرض إذا تترسم وتفوز حلطة يمنة من فريق المجمع البترولي باللقب في هذا الوزن. تأكد مرة أخرى فريق المجمع البترولي بأنه حاضر بقوة في هذه المنافسة زهرة. لحد الآن المجمع البترولي نعم. سيطر تقريبا على كل أوزان لنفسنا. شوفوا سليمة سواكري مع سنحاول الاقتراب بعد قليل من سليمة نعم شوفوا سليمة السواكري بعد قليل هذه النتيجة ميداليتين ذهبيتين لقبين من ثلاثة واحدة كانت لصالح اتحاد العاصمة والثانية والثانية والثالثة للمجمع الرياضي البترولي. الآن نروح يعني حنشوفوا التوزيع حنعيشوا حفل توزيع الميداليات توزيع الميداليات للفائزين والفائزات بهذه البطولة. اليوم كانت فيه خمسة اختصاصات خمسة أوزان في فئة أقل من 48 كيلوغرام أقل من 60 كيلوغرام أقل من 66 كيلوغرام أقل من 57 كيلوغرام وأخيرا أقل من 52 كيلوغرام. نعم إذا كان فيه ثلاثة بالنسبة للفتيات ثلاثة أوزان بالنسبة للفتيات ووزنين بالنسبة للذكور. لنذكر سيداتي أوانسي سادتي هنا المجموعة المشاركة أكثر من 468 مصارع ومصارعة جاءوا من مختلف أنحاء الوطن ما يقرب من 13 ولاية كانت حاضرة هنا في هذه الأمسية من أجل نزع اللقب الوطني في فئة في رياضة الجودو أكابر عند الذكور عند السيدات والرجال. إذا سيدتي سادتي اليوم خمسة أوزان وغدا كذلك حيكون فيه يومين يعني غدا الجمعة حيكون فيه منافسات البطولة الوطنية عند الرجال والذكور وكذلك يوم السبت يومين آخرين سنتتبع وإياكم هذه المنافسات على المستوى الوطني وهذه الفئة اللي نشوفوا فئة أقل من 48 كيلوغرام ستنطلق بعد قليل نعم ستنطلق بعد قليل هذا التوزيع أو حفل توزيع هذه المنافسة.
نعم ستنطلق توزيعات المنافسات نعم قبل أن تبدأ هذه التوزيع نتعرف على الأقل على المشاركين نتعرف على الأقل على مشاركين في هذه ونعرف أن هذه البطولة الوطنية كانت من بين المنافسات المهمة بالنسبة لرياضة الجودو. نشوفه هنا في الصورة سيد سعود معي سعود عمر حكم دولي وهو اللي يترأس لجنة التحكيم. كيفاش كانت البطولة الوطنية على مستوى هذه المنافسة؟ المرتبة الأولى عادت المصارعة المصرية الجزائر بطلة الجزائر نعم شوفوا يعني الآن توزيع رغبت الصورة فئة أقل من 48 كيلوغرام المصارعة مجم مسلم هاجر من اتحاد العاصمة نعم عمر نعم معي مدرب فريق بابا حسن هذه المرة يعني دائما حاضر في البطولة الوطنية يعني ثلاث ميداليات فضية برونزيتين يعني نقدر نقولوا غاب الذهب عليكم في هذه المنافسة اليوم غاب الذهب ان شاء الله غدوه يكون كاين الذهب في اقل من 63 كيلوغرام او اقل من 70 كيلوغرام نقدر نقول اليوم يعني فريق بابا حسن قدم ما عليه خاصه امام فرق قويه فريق المجمع البترولي اللي عنده ارمادا من العناصر الدوليه رغم هذا بابا حسن كانت حاضره وتمكنت انها تصعد على منصه التتويج ولابد انا راضي كل الرضا على البنات ديالي وهما سي اون ريلاف باسكو معدل الامر تاعهم ما يتعداش 22 سنه الا اساحين فايزه اقل من 52 كيلوغرام اللي هي دائما مصارعه اللي دائما تطيح مع موسى الند للند واليوم موسى كانت اقوى عليها جاب لي ربي بالاكسبيريونس بلوس كي اكسبيريونس صح هذا ما يعنيش انها راح تحبس هنا الامور راح تتغير وان شاء الله تروح للبطوله الافريقيه كما عودتنا دائما ان في المنافسات القاريه تدي ميداليه ذهبيه ان شاء الله وما نتمنى حظ موفق فيما تبقى من بطوله ان شاء الله ميرسي نعم عمر دائما مع هذه التوزيعات بالنسبه للبطوله الوطنيه معي في هنا يعني مع عمر سعود اللي قلت لك هو حكم دولي كيفاش كان التحكيم شوف المستوى كان فيه تجديد في هذه البطوله كان فيه شويه تجديد وكامل وحنا وجدنا الحكام وجدنا المدربين في لي سيمينار اللي درناهم درنا دي سيمينار في الاست في الويست في السود رحنا لهم كامل وجدنا يعني المدربين باش يوجدوا هما لي زاتليت ديالهم والحمد لله ما كانش فيها بزاف مشاكل ما كانش فيها اخطاء ما كانش فيها احتجاجات وما كانش فيها احتجاجات كما موال في واحد الزمان واحد الوقت وكامل ودوكا الحمد لله المدربين ثاني هم فهموا القانون تاع التحكيم وكامل وان شاء الله انا زدنا رحنا لقطر درنا ثاني تربص واحد اخر على اشياء اخرى منا ان شاء الله نهارات نزيدوا ثاني نعملوا هذاك التربصات للحكام وللمدربين وكامل باش نزيدوا كاين شي حوايج يتغيروا ان شاء الله نكونوا ان شاء الله في المستوى شكرا سيد عمر سعود نواصل توزيع الميداليات في فئه اقل من 60 كيلوغرام بالنسبه لي اقل من قلنا 60 كيلوغرام نشوف المركز الثاني اللي راح ربحي سليم رباحي سليم مركز ثاني ورباحي محمد اللي تحصل على المركز الاول من رابطه تلمسان
رئيس الاتحادية الجزائرية يرفع الأثمان بتقديم شهادات على فئة من الفئات اللي نعرفوها أنها أحسن الفئات من الخفة والعمل الجاد، رغم أن نعرف أن المصارعة فيها عمل، هي بطولة وطنية أحسن البطولات وأهمها هي بطولة الأكابر. نعم سعيد، هذه هي لاميير كومبيتيشن تاع العام كامل، هي الصح جايتيك في هذه الكومبيتيشن تاع السينيور، اسمها اللي فازوا في هذا لا كومبيتيشن هذه هما اللي راحين يمثلوا الفريق الوطني ان شاء الله في بطوله افريقيه وبطوله العالم. نعم ان شاء الله. نعم عمر، وهو ما نتمناه. معي مدربه صنعت الحدث، في كل مره تصنع الحدث في البطوله باسمها او حتى بمصارعها، انها سليمه سواكري. سليمه سواكري المجمع البترولي دائما حاضر بقوه، ذهبيات برونزيات فضيات، يعني اول يوم المجمع بقوه. نعم، على كل حال السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم البنات تاع توعنا تاع المجمع البتروني فرحونا بزاف لاول يوم المنافسه تاع البطوله الوطنيه سيدات اكابر نساء ورجال. دونك الحوصله هي كانت ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات برونزيه للمجمع البترولي. هذا فالخير ان شاء الله لباقي البطوله اللي راح تدوم غدا وبعد غد ان شاء الله. يعني اليوم يعني خدمت كثير على الجانب البسيكولوجي. هو ما شفناه خاصه مع مريم موسى بعد. نعم. العاده عاد بقوه وميداليه ذهبيه. نعم، مع مريم موسى كذلك، هي كانت خسرت في المنافسه يعني اللي فاتت ضد اي ساحين، فعملت معها كثير من الجانب النفسي البسيكولوجي، عادت بقوه، كانت حابه تربح. وهذا الشيء دائما نقولهم ما تخافوش تخسروا، حبوا تربحوا دائما حتى في الدنيا، يعني من غير الرياضه نقولهم ما لازمش واحد يخاف يخسر، لازم يحب يربح باش يقدر يربح. وان شاء الله احنا رانا نعملوا باش نمدوا النخبه للفريق الوطني، خاصه وهما على ابواب الدوره الدوليه تاع باريس، ابواب البطوله الافريقيه، ابواب الالعاب الاولمبيه، كل هذا احنا رانا نعملوا فيه على الصعيد المحلي باش ان شاء الله هاد الرياضيات يمثلوا الجزائر احسن تمثيل في البطولات القاريه والعالميه ان شاء الله. تيكا رياضيه بطله سابقه، يعني نقدروا نقولوا اليوم انتيك تصور اولي لاول يوم في هذه المنافسه، يعني كي شفتي المستوى؟ شوف المستوى كان رائع اليوم. لماذا؟ لانه في وجوه جديده، في اسماء جديده، في خاصه رياضيات يعني صغار في العمر، فهذا يعني فعل خير بالنسبه للرياضه النسويه بصفه عامه وبالنسبه للجودو النسوي بصفه خاصه. فانا اليوم فرحت كثير شفت في المنازلات في 48 كيلوغرام، 52، 57 كيلوغرام، وجوه جديده ان شاء الله يمدوا لهم برك الامكانيات اللازمه باش يقدروا يمدوا الاحسن والاحسن. حوصل لليوم الاول مرتبه اولى للمجمع البترولي، ان شاء الله غدوه احنا راح يكون عندنا نفس الهدف باش نتحصلوا على اكبر عدد من الميداليات غدوه وبعد غدوه ان شاء الله. ان شاء الله هو ما تمناه. شكرا. شكرا. اذا توزيع الميداليات بالنسبه لي فئه اقل من 52 كيلوغرام، موسى مريم الحائزه على اللي رجعت بقوه هذا الموسم، ميداليه ذهبيه امام صيحين فايزه. اذا الف مبروك للمصارعات. المركز الثالث عاد الى عبد اللاوي شيرين ونيت عمر رانيا. اذا توزيع كان طرف المدير الفني سليم بوطبشه. عمر، نرجع لك الى سليمه سواكري وما انجبت الجودو وما انجبت نادي برج الكيفان قدامي سيد سعود. عمر هو مدرب سليمه، هو اللي وراء كل هذه. تفضل عمر سعود. Oui, Salima, comme toujours, elle est toujours combative. Qui est athlète déjà, qui a travaillé bzaf في الخدمة ديالها. ودايرة هنا ماكي غران ديفيرونس. سوا كري بكري ما كاش لي زاتليت ما يكفوش معاها زوج دقايق. وتوجور اونفي دو سو بات وكامل. وراني نشوف باللي مام comme entraîneur, elle a toujours l'esprit de vaincre. Inch'Allah, elle a tkemmel hakda.
ونتمنوا لها النجاح. ملاحظه نديرها، نعرفوا ان فريق برج الكيفه نعرفوا من خلال موغوتيسون حاب يقول حركه الكتف، ما هو سر هذه الحركه؟ السر هذه الحركه هذه انا بكري مام كي كنت صغير ما كنتش ندير هذا الموروطي كامل، مي كنت نحب واحد جابوني كان مليح بزاف، هذا فوجي كات فوا شامبيون دي موند بالموروطي، والموروطي تاعو كنت دائما ندرس فيه، وشفت بلي هذاك الموفمون فريمون شفت بلي لي تريز افيكاس، ما يقدوش يكونتري وما يقدوش يواسيوه، دونك جيتي اوبليجي نعلمو لهم. داير سليمه هي اللي بدات به وهي اللي بدات دير لنا لي ريزولتا به. نعم شكرا سي سعود، شكرا. اذا نحاولوا دائما نتواصلوا مع ما بقي لنا من توزيعات وابطال لحد الان. ما زال يعني في فئه اقل من 66 كيلوغرام. قبل ما نروح 66 كيلوغرام انا على بعد نشوف المنافسات. 57 نعم 57 كيلوغرام، ولكن لحد الان توزيع الميداليات بالنسبة لفئة أقل من 57 كيلوغرام، يفوز بالمركز الثالث بوعكاج أقل من 66 كيلوغرام، قلنا غريسي محمد ومن فريق المنتخب الوطني المنتخب العسكري، والمركز الثالث التالي مخلوف في عبد الحفيد. أما النهائي كان لصالح بوبكر رباحي اللي فاز من فريق نعم رباحي بوبكر من فريق نادي الحراج نادي جودو الحراج، وعدت المرتبة إذن الثانية إلى شراد راشد من فريق من رابطة وهران. إذن مجموعة عناصر المنتخب الوطني، يعني رباحي هو من بين العناصر نعرفوها اللي برزت وبانت وخاصة في السنوات الأخيرة هذه. وي لي رباحي سي اون فامي، هما سي اون فامي وملح بزاف الجودو كاع لي رباحي، اون لي فوا توجور في البوديوم كساسوا كادي ولا جونيور ولا سينيور، يعني سي دون لا فامي، سي دون لا فامي سي بور سا. وكلهم في فئات الصوره الخفيفه، كل كاع 60 كيلو 66 كيلو ما كاش كثر. نعم نعم، إذا هذه المجموعة مع عمر. نعم تفضل اخوي عمر. نعم معي عائلة مريم موسى، البنت والأب البطل الخبير الدولي مريم موسى. نبداو بك، أنت اليوم حملتي عدتي لمكانتك، يعني الميدالية الذهبية بعد صعوبات نقدر نقولوا السنوات الأخيرة، الإصابات كذا أمور كلها، رغم ذلك اليوم ما أطرتش عليك وعدتي وتوجتي باللقب، خاصة وأننا قبل منافسات قارية ودولية. السلام عليكم. كما قلت السنوات الأخيرة هذوما كانت شوية صعيبة لي، على خاصة كانوا هناك بزاف إصابات. الحمد لله احتفظت باللقب الوطني كالعادة، كان لازم عليا أن نفوز اليوم يعني باش نأكد مكانتي يعني، وإن شاء الله هكا نقدروا نحضروا للبطولة الإفريقية والبطولة الأيام جاية إن شاء الله. الوالدة ويعاونك شوية؟ بزاف بزاف، يعني باش نقول لك اون سورس دانسبيراسيون اون بليس ما موتيفاسيون كي نشوفو هو يزيد لي النص. حضورك اليوم أحمد موسى الخبير، يعني نقدروا نقولوا حضورك عنده عمل بسيكولوجي أكثر من يعني عمل تقني، خاصة أن نعرف اليوم مريم مع مدربة يعني متألقة واسمها سلمى. طبعا بنتي مريم يعني ماهيش بس يعني كما يقولوا سيمون أتليت، ونلقاها في الميدان ونلقاها في البيت، لا بريسيون كان سيبي لا ميم بريسيون بكل صراحة،
دونك سيتو هاد لي دي ديال جور سيتي بلوس ان بريباراسيون بسيكولوجيك. يعني انا كنت يعني مديت نتيقن فيها بلي ك لا في كونفيونس على البور اوبتور ريفنير او بلو نيفو ان شاء الله دوغا كي برانس لو شامبيون دافريك اي سي بور لي كاليفيكاسيون تاع الاولمبيك اون با بروندون شارج ان شاء الله بيرسونيلمون ان شاء الله. وما نتمناه مريم موسى نقدروا نقولوا مازالت حظوظك قائمه في لتاول طوكيو ان شاء الله. كاين قعدونا بعض الدورات يعني لو كان نديروهم كامل ونزيد نتحصل على اللقب الافريقي ان شاء الله يقدر يكون عندي حد نتاهل للالعاب الاولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله وما نتمناه مزيد من الاسماء خاصه ان اولمبياد طوكيو هو مهد لرياضه الجيدو، لما لا الجزائر تكون حاضره بالجيدو وايضا حتى الكاراتين نعرفوه ينتمي الى هذا الوطن. نعم عرس الجودو، عرس رياضة الجودو في البطولة الوطنية لهذا اليوم الأول الذي اليوم أول خاص بفئات الخفيفة. كان خمس فئات لبقعة حسن حرشة، خمس فئات هذه كانت يعني كلها أحرزت على المراكز الأولى كل من عناصر المنتخب او جي اس بي اللي هي المجمع البترولي، ثلاث ميداليات اثنان ذهبيه وثلاثه برونزيه. اتحاد العاصمه كذلك عند الفتيات احرز على المركز الاول، فيه جي اس النادي الرياضي الحرش كذلك هو الاخر احرز على ميداليتين ذهبيتين عند البنات، ميداليه ذهبيه عند البنات وميداليه برونزية. إذن في الأخير فيه أقل من 57 كيلوغرام، أقل من 57 كيلوغرام اللي فازت به في النهائي حلاطة يمينة من منتخب أو دائما نقول منتخب لأن عناصر المجمع البترولي كلهم ينتمون إلى المنتخب الوطني. إذا نقول جي اس بي اللي هي المجمع البترولي حلطة يمينة وبوجملين نسرين لأول مرة توصل إلى المركز. نعم عمر، عفوا تفضل عمر. معي سليم بوطبشة المدرب الوطني والمدير الفني الوطني، لا بأس ان نتكلم على حصيلة اليوم الاول من حيث النتائج وايضا من حيث التقنية، يعني فنيا ما شفناش مستوى كبير. يعني فيما يخص اليوم الاول يعني كانوا ظهروا في عناصر جديدة من بينهم رباحي احمد اللي خرج اول مرة بطل الجزائر في الاكابر، نفس العناصر تقريبا اللي خرجوا ابطال الجزائر. يعني شاهدنا الدور التصفويه كانوا ظهور شبان اللي ما برزوش في النهائي، يعني انا اظن ان المستوى اليوم كان متوسط، ان شاء الله غدوه راح يكون نشاهدوا جيدو احسن ان شاء الله. ان شاء الله وما نتمنى، خاصه ان اليوم على ابواب طوكيو يعني اقل من 6 اشهر، يعني وين راهي واصله العناصر الجزائريه لما لا ان شاء الله نتمنى انه تاهيل اكبر عدد ممكن، وراهي واصله يعني حصيله الصارعين الجزائريين اللي رايحين يروحوا لطوكيو ان شاء الله. فيما يخص الالعاب الاولمبيه احنا المنافسات الدوليه مازالها مستمره حتى لغايه اخر نهايه البطوله الافريقيه في شهر ابريل ان شاء الله في المغرب. يعني النقاط يجوا بالدورة الدولية أكبر، يعني أكبر عدد ممكن من دورات، وثاني آخر بطولة إفريقية فيها 700 نقطة. يعني اليوم العناصر اللي برزوا راح تكون عندهم حظوظ باش يحصدوا هذه 700 نقطة في البطولة الإفريقية إن شاء الله. إن شاء الله وما نتمناه غدا منافسة تتواصل غدا وبعد غد ربما راح تكون فيها أسماء جديدة لما لا دعموا بها المنتخب الوطني. فيما يخص يوم غد ان شاء الله بالنسبه للذكور فئه اقل من 73 كيلوغرام راح تكون فئه قويه نظرا للعناصر الشابه اللي راح تشارك غدوه، يعني غدوه راح يكون يكونوا ابطال جدد ان شاء الله. ان شاء الله وما نتمناه. زار ايضا سنعطي موعد للجمهور العريض للحضور هنا الى قاعه حرش حسان للتمتع بمستوى نقدر نقول لحد الان مقبول لجيدو الجزائري في هذه البطوله. نعم
عام عمر يعني لحد الان اخر اخر احتفال اخر توزيع ميداليات بالنسبه لفئات اقل من 57 كيلوغرام. حلاطه كانت على الصوره حلاطه يمينة اللي هرزت على وهي من مجمع البترولي على الميداليه الذهبيه ولقب بطله الجزائر لفئات اقل من 57 كيلوغرام الى جانب المصارعه نسرين ابو جملين لاول مره من فريق تيزي وزو. اما الميداليتان الفضي البرونزيتان رجعت الى بوعكاش زينة من فريق دي اس بي اش ونيت عمار وفيا من فريق نادي الحراج نادي جودو الحراج. اذا بهذه التوزيع الاخير نشوفوا ان اخر توزيع بالنسبه لاخر فئه للسيدات في الوزن الثالث لعشيه هذا اليوم اللي عشناه واياكم سيداتي اوانسي سادتي بهذه بهذا اللقاء بهذه اللقطات الجميله والاحتفال بالميداليات. نضرب لكم اذا موعد غدا ان شاء الله مواصله المنافسه في عند الذكور وعند السيدات منافسات اقل من 63 كيلوغرام 70 و 78 70 كيلوغرام للسيدات و 73 81 بالنسبه للذكور. اذا بهذه الاجواء هذه نقول نوجه الى كل الجمهور الجزائري موعد الى غدا ان شاء الله ونقول لكم الى اللقاء. وقبل هذا نشكر عمر جمعي زميلي والذي رافقني في هذا البث المباشر وما ننساش كذلك زملائنا التقنيين نعم والمخرج ياسين سادات ياسين سادات باش ما نغلطش في اسمه. شكرا لكم سيدتي اوانسي سادتي والى غدا ان شاء الله.